أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. جشنواره همیا پیروز بیتن مسلمانه تیجا و قدرگیران. جلوه داینه و برنامه ای که تایبت بجشنه و دیوان زانایان. اگر خود حس کتن فی برنامه دا گل چند زاناین هیجا برکفتی اگر خود حس کتن ام ده گنگشیل سر چند بابت آکین ادوی جشنه دا. افریقا دا اگر خود حس کتن گلمه دا مامستاین هیجا مامستا مل زاهد گوهرزی اد گلمه دایه هر واسا مامستا هیجا مامستا مل رشید هرکی هر واسا مامستا مل رمضان گلی اد گل دکتور عصمت ریکانی هر واسا و جشنه دا جشنه و امدکینه جشنجی خود حسکتن هنرمند هجا و دنگ خوش جمعه سلیمت گلمه دایه مامستایت هجا این همی بخیراتن سر چاوال دست بکی جشنه و همیاشی پیروزت کن مامستا ملزات امشتا دست بکین و بحثه جشنه و قربانی بخوب خوب کن مامستا اف جشنه ام بیجین بوچید بیجنه جشنه قربانی الی پیواندی هنده و هیا که حجی چنه حجی و ام به حجی انجام دین بهندی بجنه جشن و افجشن ابو مهاتیه یانجی پیوندی چیروکا ابراهیم پیغمبر صلوات خود سر بنهایه و قربانی کرنا بجن کره خو اسماعیل. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله وسلم علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین و بعد دیگه جشن خاصه یا قربانی چند فقرات تتلیجدان علاقه پیوی اکشون اویه که جشن عبادتی تداهی دبزانند که روز عیده یا جشنه روز هندی مرف عبادت خدا بکرد. برای چند نویجای که تداهی تو روزه دا بس جشن یا قربانی و یا رمضان تداهی و کدی سالینه ایلا ون هر دو روزه. یعنی معنی هندی مرف هر سال دو جارش پشتی ون عبادت همیا مرفی علاقه خود دل رب العالمین نیت کت و قویت کت و ایمان خود نیت کت و دبشت تعاملت جلوان عبدت خداجیب کت و فقرک فقرک دیه و یا وقتی و کوبیا ججنا یا قربانی ربن حیوانات کرن و ساجد کن و توزیعت کن دن فقیره معنی هندی که مناسبت که بسلمانان هاتی نه همه هندک ترتیبات و اون فلان نه و فایده فقیریت دهش برای چند ایک شون عبادتنا گلک گلک بقدر دوی روژه دا بیتا کرن که روژه یا ججنا یا قربانیه حیوانات سرجک بیان دنمالت فقیر کچا مروف دولتمند و حاله خوش ده کیفه و عیاله خوش بیچ که تشت و فراوینت خوشن کیفی های مالا فقیر جعن و صعف کیفت دا ده پیدا بید اکادی ده ام بزانین دی که مناسبانت اسلامتیه دا چند مناسبه تی متنوعه نه همی اخت بحث قبریه بحث یه گریه بحث نخوشیه نه کیف جیاتی دهش برای چند روزه جشن بی پیغمبرها تا علیه صلوات و السلام برای خودت اندک چیکل دفع عیشای یه سرودت بیجن پیغمبرها صلوات خود سربن قد دینکی رو نشتخاری ابو بکر صدیق ها تا ویره و عیشای حیطان پیغمبر یه نشته بی تا اف پیکت اوی دانانه ویره پیغمبر علیه صلوات و السلام قلت أبو بكر الصادق جيب جرى أبو بكر إنما نحن في يوم عيد أو كما قال عيدة عيد يا أبو بكر عيدة جرى قد قلت يا أبو بكر بلا جبزان دينما كيف جياتي دهي فإذا عبادات يتي دهي كيف يتي دهي وطعام داجب وفقيرات دهي فايدته بشنین یه امده برای خودنه هندی که اسلامت یه ایکش آدمی و حتی گهشت یا محمدی صلوات خود سر پیغمبر بن تیروکان ای تیروکان ایکه ایده بجیتن از فلان اجاخمه انا از فلان المروفم او او 20 ساله او 30 ساله او 100 ساله او 200 ساله تاریخمه یا گلک دریجه ان بجینه او برای خود آدمی و حتی به تفیره اف اسلامت پیوه گریدایه ابراهیم پیغمبر علیه السلام وقت رب العالمین امروی کرده قرآن خود سر جکت رب العالمین قربانی بفرق بو ابراهیمی اوجه اسماعیل تو ده سر جکی و تو ده وگا و آنو کلویره دا امجرات بین چاول ابراهیمیت کن و چاول اسماعیلیت کن حیوانا سر جد کن هلوی مناسبت تازانین علاقه کری و بابه دیدیلی شاو بیتن حجی کرنامن بخودی دی شاو بیتن اف ابراهیم اف کری حساله و تازه وقتی وکو فعلا دانبند سبیت خودی سر جکن بو چی حجی کرن خودی سیطره سر همیا کرد اف اسماعیله ایمانای هم قدری قوی اف جحله اف شبابه حتی و یه ابا تفعل ما تؤمر و ستجدون انشاءالله من الصابرین يعني أفجي إثبات كرد جحلما بلا خدا حجي كرنا خدا ديال شوايا هاجر عين الوصا بجهندك أفجج لنا أبا عبارات جلي تشتانا وشان دقيقة وساعات وجي خلاص نابت بله جلي سبا سيدو هجا ممسا ملا راشد هركتو جلي خير هطيب واشير الدهوكي عم بين بحثي وشان ديك مصا بحثي جاجني كر ما مسلمانا دو جاجنيتي ما هي جاجنا رمضاني وهروسا وقرباني تایبت من دیه جشن قربانی هم به حسب کین چنه چه جوازی جهیت گل جشن و رمضانه بله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و موالاه دست بی که هلکفتا جشن قربانی پیروز باید خو آرستای بسرمان جهانت کم تایبت او دیوانا یا پیروز یا مبارک پیروز باید خو خلک دهوت کین و دارو برد کین راسی هر دستی که من تو دست بچمانه و پیشاری دا، چون امید چگیله کی مبارک دا، مطلب کمزینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دم اولان خو و مجلسی و رخصت سیدای مرزاد بیت چون سیدای ما، بوما نزن چهودی برام بریه بیشین بس هر سیدای دیجی شلا خودی تعالی جلو مزیکتم پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم میشتن اذا مررتم برياض الجنة فرتعوا، گوت هکر هم نمیرگید به حشر راشون قلت بخولي بشر معناه تمتعي خوشي ببن صحابه قلت وما رياضة الجنة قلت رياضة الجنة مريقت بحشر كيرنا قلت حلق الذكر انا قلت مجالس الذكر دوري واتهاتم قلت اول مجالس ذكرنا وجه ما مريقك هاي يا متحرك يا قروكا بيجيني كاوا مجالس الذكر تعلمنا اما يجي هاي كاوا ثابتها كالمدينه وقت حديث البيغمبر بي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يعني بيشتن بين نوبرا مولا من منبرا من مرقش مرقد بحشتها وجوهر وكم مزقينك بو مجلسي راسي كو الحمد لله من برقة كده إن شاء الله تعالى برقة معنوية وحسيدة إن شاء الله بل سبورت سيرتها طبعا توبد من ديت ججني عن فرق جوازية وججني ويا ما قلت يا رمضان شو فرقها طبعا أو هي بتر قربانيتنا دون شكي ججنا دي قربانينا بتر زكاة فترتنا دون يعني هر دكا طبعا علاقات خودی و غیر روحانی به آسمان و به اردوها چونکه اودی تر صدقاتن فقیر کیف خوش به صدقات زکات فطر و زکات مال دادن او عیده قربان گوشت ده بلاف کردم انا ویکش تایبت مندی توی و جوازیه و گل عیده مگوت یا رمضانه طبعا گلک تایبت مندی تای چونکه برای خودی یکشون اوه کو یکم تایبت مندی کو نویج بتکرن خودت بیش فصل لربک وانحر او لنویج بکن پاش قربانیه بدن اوجی یکشون کو تایبت مندی و ججنا قربانی چکی ججنا قربانی موجود یا هات کو علاقاتی توی قسم ممسا زهد مجبه چندی دای که ربط که های کاربار حجیه کاربار حجیه چکی ربط که های کاربار حجیه چکی هر عبادتی که خود تعالی و ختام هم مسک یعنی بوچه رمضان های و رمضان خلد خوب برسی کتینی کده دیو ججنا کدای و یه عین الحجی دشنا حج مال خود تعالی دیماندی بن دیو دا ججنا کدای معنی کیف خود تعالی دای وجدی به امبران بری و ججنا شكرا رب العالمين بكين دونيزيكي خدي تعالى بي بله تشترازي بيتن سيدة هجا سيدة مالا رزان دوباره بخير هاتي سر شاوهت من سرسرين سيدة داربي خدش رازي بيت خدي خير سيدة هر دوك ما مستعد ما بحثين ديكير كو خوشيه كت يا ججنه دا هي تبو ما بحثي وچان ديكير چه خوشيد في ججنه دا هي يعني ام چه خوشيه جوار بگيرين تايبات ام بسلمه بله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دسبيكي ام ججنا كسوكارت خو ملت خو بسرمانا بيروسكين رب العالمين حجيت ما بسلامتي بزفري ندفا رب العالمين او حجة وان كري جي قبيل بكت او دعاية وان كري رب العالمين جي قبيل بكت واويت وان دعاء بكري رب العالمين وان دعاء جي قبيل بكت والروجة ما هميا بكت ججنو وكيف وخوشي خشيش هميا مصدر اسلام همي وقتا ججنا اسلام همي بركته والروج وبشافو وعبادته توي كيفات فيدا أم بكي رب العالمين يعني رخصة يا دايما جهي كيفية كيف ما ببتن أف نعمتها هند مزر رب العالمين ديال مكري ودا نشا خلك كي ترجب دين كإسلامتنا بس عبادتها يعني بس دي هم يخطأ نفيج الروجي وعبادته جهي كيفية وخشية تدانينا قالك يعني مجال يتيدا هاي ولازم أمجي خدت بيت كيفية بكن وكي پیغمبري صلوات خود سربن وكي صحابي كي دعوتك هبا چندی فقير با دبشته تا ويتو كيفه كي بكي ويتو خارنه كي چي كي يا رسول الله من چتش نينه دبشته هر فلان مالي بلا بازا كي بدن تا ان تشتكي بدن تا ورا سرجي كي وحوالت حكم كي چينا بتن كيف ابتني بيت كرني لازمتو خد ديار بكي وجل فيري ام كيف خد ديار بكين اف كيف دب چي اتكرني بسرادانا بله سرادانة إيكودو اف كيف دي بهندي يعني مروف بالسيارة حالي إيكودو بكت اف كيف دي هيتن يعني فقير وزنجين شو فرق جداهيت نابين دا نمينن هر ايكي اش وقت بجن او تشد دلوي دا كيفي بيشكش يدي تري بكتن وافا دي حاجة كرنو فيون تشيبن وكي بيغمبر حديثت بي صلاة خود السربن همي وقتا بيغمبر يب جرنجي بي يب كيف بي يب خوشي بي بجابا افا عيدا جي أبا لازم ببتن سرك هنيا كيفي وخشية مجبري دست بيبكين جاف كيف وخشية سرادانن آخفتنا خيري بو إكودو بيجين رزل إكودو بيجرين رزل خلكي بيجرين رزل بي ديني بيجرين كيف تخلكي بجتن أبا روجا كيفية شو حدود بونين أما كيف ما إسلامتية ويا بسرمانا هم يوختا ويجي حدودت هين داش مجال كيفي ندر كيف ببت خرابي قال جراده هند كيفك يتكرني دعوتك دي العرضك يتكرني بس ديش حدودا بورين دي بت شر ودي بت نخوشي اسلامتي ها افانا فيت اف كيف يا بسلامات بتن وياش هم يا مصرجي كنت في ابيدا يعني دلي انسانيه فكريه افريكا رجع عيديه دمروف مثلا دلي وان جيكت سلبن اف مروفه هندك مروف يتصلاحي يتباشي بجنب افريكا وقته سقا كي هاتي يهنديا كو أبا بيك خاش بن أبان مروفا بيك بينن يعني بيراوان بينن أفتشتي وبرينو كنهي جاركا ديفيد بيت كرني دا كيف بيك خاش ببتن دا يعني أكار بيقا بمروفي هندا هفال هبن آن هندا مروف هبن دليوان بيك نخاش بت أو نخاشي دي جهت مروفي جي أجر خاش بي أو خاشي دي چلي ديبو هميا بلاوه بت مستوى هجا خوشية طيبات الججنة دانا تكبيرات بشتي نواجه دفتت شو خوشيد في تكبيرات ده هي أنوان روجن ججن أو تكبيرات دين وارواصا أم بسلمان ده من نواجهات كين إدي يوالي هاطي بس المزقفتي ده ما أم نواجهات كين أم تكبيرات دين ديتنا ده المالجي أم همان تكبيرات بدين باشتره ودرستره ينجي بس المزقفتي بله تكبيرات روجا عيدار رمضاني يا رمضاني بله اش مغربه حتى بون نوجا سبيدي تكبيرات عيدا قرباني في عيدي ديسا اش مغرب داس حتى روجا چاري يعني تكبيرات فيري دامر بدتنو فان مثلا قرباني ديسا بشتي نوجا سبيدي قرباني خسر جيكت حتى روجا چاري بحث قرباني كاين ما مصلح يعني تكبيرات يعني يتهمي وقتان مروف بدتن وخاصه فيري دا بوشي يعني رب العالمين اف نعمه الجلمكر ام بيجي يا ربي تشندي مازني تا اف نعمه الجلمكر اف نعمه في كيفي في خشيه اف اسلامتيه وتكبيرات دائما اختمر بدتن يعني عظمه رب العالمين رحمه رب العالمين تشد لي مروفي دا مروف بخبخه هزرت خط كتن خدي شن نعمه مازن الجلمكرين يا ربي تشندي مازني الخب زفرتن خلاتيه خا قصيريه خا يعني وقت هندية رازدك بله جالك سباس دكتور عصمت شلازا خوراجر حتى ده كارانجين تو جالف خير هاتي سرچو دوباره جشن تجی پیروز بیت الله خیر دکتور اجازه بحث ذکر کو چیروکا ابراهیم پیغمبر صلوات خود سربن نو کدا حجیت مایل سعودية ومراسم حجي انجام دادن. ام بهن بحثی چند بکین بوچی حج تایبت ام بحثی بواره آینی بکین سیده هجا. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. صلاة و سلام علی رسول الله. داد کن خدا تعالی حج حجاج قبیل بکت. ام بین حج مبرور سعی مشکور ان شاء الله ذنب مغفور. خدي برامت دعات و بخت يا ربي برا في قومي في ملتي امنهي ورحتي خوشي پیدا کتن. كم بر خب دين حجي قالك درس و دروسي تيدا هي راستي بابت ديني ام بين قالك يا رولك سركيه اك مروه شعيرك الشعائر الديني جيبه جيت كتكو اك شركنت اسلاماتيه دي دين مروه اسلام امزان پنج ركنه تده هي شهاده لا اله الا الله اقام الصلاه ايتاء الزكاه صوم وحج لمن استطاع اليه سبيلا واختفت شي دي شعورك الحمد لله دين من تمام بو افاك يدوي جشتك روحيه مروه تشي توري واجعل افئده من الناس تهوي اليهم افئده نجد اجسام نجد كلخ اف اشبه حافظ انما جانبك روحيه مروي تشي توري يفاقش بيت يصافيد بيتن صورتك صورة القران صورة الحج بس بحسي دسبيك بحسي قيامتك يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل ما افجشتك روحيه بوتات وتشات بريده جانب ديجي افيا قلناهتنا غفراندن فالنبي صلى الله عليه وسلم بدي بشي حاجه فلم يرفث ولم يفسق يرجع كيوم ولدته امه معناه فمعناه قلناهتنا غفراندن مروف فاقش بيتنو وهروكي اروجاج دايك بي جانبك دي ترجي افيا جهداريه سمع وطاعه جهداريه بخدي نا جهداريه شيطانيه اكيد شيطان تش شيطانت مروفه بن تش شيطانت اجنابن تشا دي بار خسارف كي دي بار خدا عربا تشا صحراوي گشتي توی نگهداریات کی توی گهداری خودت کی حج رحله کا مالیه یعنی عبادت که مالیه یه بدنیه یه روجیات دای همه دوره دای مفاصیانه توی چی حج توی گهداری خودت کی و توی نگهداری شیطانت مروفت کی و شیطانت اجنات کی چی که مروف چی توی عبادت که رجم شیطانه توی وی شیطانی رجنی که رب العالمین یگوتی إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عليا عدوا فأبهمي بوار خوفات يريتن أداء عبادتك ركنك ركن ديني جشتك روحية قلناهتنا غفراندن سمع طاعة نيبيت بخده ونا جهداري بو شيطانت مروف وشيطانت أجنا أبهمي مروف في جانب برخته جانب لاين ديانته دكتور هجا شوات بيت جشتك روحي بو مروف يعني بين بحسي بوار پرورده یا نفسه بکن ام چه نفسه ما سر پرورده بیتن اف حج چه فایده نفسه درون ما و نفسه ما تده های مروف وقتی چی تا حج تو دب همه شکلت مروف بینی یه رش یه سپی یه زر یه درش یه کرد یعنی هر وقت تو الجیان همی هاتو چی و تو دب بر خوده وزی ضابط یه هاتی حج رتبه خودت اخستی عامل یه هاتی ها جلک عاملی اخستی مالای هاتی جلک مالاتینی اخستی همی ایک جلک هر وقت شروع دایکو خوب جل کسبی و نه دریار هر وصا وزیری هاتی کسنا کی جو وزیره کی رئیسه همی سواسیه کسنان المشت تو وقت تو وید بینی اره نبیده گشتک روحی همیجی پیک و ایک سرود لبیک اللهم لبیک همی لغت بنا ایک لغت لبیک اللهم لبیک اره و نبیده گشتک روحی اره وقت تو بینی همی پیک و كنا جري ولبيك اللهم أو تسبيح أو تكبير شني فأكثر فيهن من التسبيح والتهليل شني ودلي درت كفن هروكي خديجة رازبة أبو حسن الشاذلي ديت إيك دني أوفي دني جنبين دني دنا بها طابة ويل بها طابة تبوات كي كريم قلت ما فيت خد تعذيب دم قلت كريم دنا خبينا بس بري أوفي بلا أبا تظيبة لحظات بيجي الحمد لله أو حمد ديش روح الرشالة بدانة الراحة حميد دي بيجي الحمد لله بس هكا جانبت تدب سفكي بيجي أو تشي تاويري بيت لبيك اللهم لبيك يجدلو جيانو جان خويت بيجتن حقات بدا جشتك الروحي والويري مروف بالفعل هروكي مروف تشيا إن زلزلة الساعة يوم ترون به همي بنيت همي قومه همي ملته همي لغته همي جنسه وهمي إجلك على صعيد واحد بلباس واحد لغتك هميد بين لبيك اللهم لبيك حقت جشتك روحية بيروزة بومروفي بو بصرمان بل خدش طرازي بيتن دكتورة هجا سيدة جماعة سليم جشنة بيروز بيتن خدش طرازي بيتن في ديوانه دا تتقال مدعي خدش طرازي بيتن دوبارة جشنة بيروز تكين وتبو مبكى ججنو كيف إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ججنا وهمية بيروز تكام رب العالمين إن شاء الله بيبكت ججنا خوشية و سرکفتنا مسلمانان همیا اوی ججنب طیبتی الملت خواه پیروز دکین انشاءالله خود تعالی حجاجت مجب سلامتی بزفریند انشاءالله امت خیر و اجر و برکات دوا بختن انشاءالله تعالی جمله ذرات جیهان دا افنی دا گرنه گازی پیک و گوتن مرحبا مرحبا أي سر فرقان مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا جملة ذرات جيهان دا أفندا كرنا غازي بك فقوتن مرحبا مرحبا أي سر فرقان مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا مرحبا أي جان باقي مرحبا مرحبا عشاق ساقي مرحبا جملة ذرات جيهان دا أفندا كرنا غازي بك فقوتن مرحبا مرحبا أي سر فرقان مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا مرحبا أي علي سلطان مرحبا مرحبا أي كان عرفان مرحبا مرحبا أي شمس تابان مرحبا مرحبا أي جان جانان مرحبا مرحبا أي قرة العين خليل مرحبا أي خاص محبوب جليل جملة ذرات جيهان دا أفندا كرنا غازي بك فقوتن مرحبا مرحبا أي سر فرقان مرحبا مرحبا أي درد درمان مرحبا صلى الله عليه وسلم. سلام على زهد دوباره بين دفتره. مستوى هجا هل كفتن ججنه ام چواب کار بینیش بو چنده ام آین اسلام بلاوه بکین. تنه کیفه که و ام کیفه ورگرین یانجی ام چین ججنه بکینه ویزگه هک پیگهش بو چنده ام آین اسلام بلاوه بکین. بسم الله الرحمن الرحیم. لکی ما گوتی اما همیتش تاوه. أو مراسيم أو ترتيب أفتوكو بيغمبري عليه الصلاة والسلام والصحابية برابي أم جوابكين أفهم أبخو بيهمي تجدوما وكما شاوليكا قلت كشاوة جيجني مانا عبادات تدايا شاوة تاريخ ما تدايا شاوة على خدمات بيفتجيري داينا أفا أكيد بيتقوات بما قواتك عمازان همي تشتيت تدايا وجد في ردا از بينم ايك شوان تشتانا ام بسلمان علاقه دمت ديالك دويت ضعيف بي يعني تدبر خدي براد ديال براي بصم ديال بصمامي هضل ديال هضالي احتمال هيف ديشن اكو دونا بين سردانا ونينا او ونينا خد تليفون جي احتمال هي كاين بنا جي وقت ام بري خدنا اكو دروجه عيده اف بصمان هميكم بنا وعطنا المزياف تدا وحجر باران نبا ودنيا يعني شعزر نبان مزياف تجينا راسين شنا من صلاة جدار في مدينه أفجي برا خدي بوشي وكما قلت الشاوليكا إسلامتي جلك حكمات يدقى أما هارو مالو مزيافت مالو مزيافت مالو مزيافت نوع مالا لكن نوع شبيت Mesela verada hemi pevederim çına musallay. Musallayci evreza zalamaya, evreza cehilaya, evreza kurket biçike, evreza pirajinaya, evreza jinket cehile ve hatta jinket cüy tadın piş saffet rüş nakhare vakti ve ku tekbiratdan gel Müslümana tekbirat yedday. Tağyira ceviye yani İslamati ruha mürvi, bedene mürvi, cisme mürvi hemi akta tahrit ket ve hemi akta yani sıhhata pejveye hastana eve. Vakti berinike devinitin mesela müzgefte de envejeb cemaat sad mürvi du sada se sada vegvede bişte mesela adedeki mazan reykeki raşihat ve cevveki diye. Evjin ki şed bir caru bara dişte müzgefte. ويقعد بيوت أف عدد هند قزن يجناد ديال فإذا أف يبتنينينم من شان تخش كان دي بيجيت أنا وجنك ما شاء الله 200 300 ظلام دي إيش بيت غريب الويري وقت شنو فاندا من شان برا هنا بصمام هنا خلو خرزة هنا أف عدد مروه هميا بيبا أبا فإذا أف أسلوبها مي نفيجات جنبيت أن قربان بيت أن سردان بيتن أن أبا همي علامتی چند مسلمانا کم کتابه جه اسفیه و که ما گفتیم ایکودو بردای حکمت اسلامتیه و مناسبات اسلامتیم استفاده بخولی نکن یا باش اویه هشتا ججن نهاتی ججنه یا چه قربانی بیت ان یا رمضانی بیتن هر محلت ما بین خدا رونخاره بسیاری کن ده مال اوه چند اوه چند مال أفتش المال كو جيران ديالي كدو عندما البيفرين آخرين ورن أفتجنهاد أم دي جلك نبعيال خو كرين أم دي قشتينين بعيال خدينين أم دي شكلات أوادينين مراسم ما يتايجلتاي عندما الهنا هاد فيرادا جاجم سودا بيتا خريوان أفنابن وجاب تشيكيتوان بنا مالت مبكنا يجري تشتاف وجدك بر خبداتي جاجنا كرهيت كتاجري كشات كتاجري جلك من دريا بلاف منينا درسوك منينا هيا أنا هشتا روشناعاتي كلام كنوارن هريكي ما هندا بارا أو مالت فخير كلام كا أبو عيال خو جلكا بيبكرن بلافا بيبكرن خانة بيبكرن كيفية مال هذا بيدا ببيت وجمعوت إيكش أسباب وعبايا ركعبايا مجتمع بيبقى جهته أي بيبقى قوي ببيتن محبة حاجة كرن ما بينهم فائدة ببيتن هيك أم بيبكن أكيد أم دجالك فائدة لبيني. بله. مستوى هجاء دبلاف كرنا إسلام إذا طيبات هيك رامنا في جواه هيك دابين أو جواه كهمي ديانات تذهبن. أما تشين ججنب كينا ريكك پلانه که بخوب دانین جج ندا کو ام او دیانه دی اسلامتی بو سر عرض کن بجا ام دشین چرک او اسلامتی عرض کن ام همی بسلمان طایبتی بالتاکید اکیتا که ام اسلام تطبیق کن اما او دیجی دی بخوب فایده جدش مبینن او چنجارا یا حاصل بوسط وقتی بسلمان داداشن ملت اکی دای گرن کنا بسلمان بینه وقتی درد کفتنه و بو بسلمان اتکریه گری وگا وجی مثلا دی مناسبتا جج نبیجنه و مناسبات جشنه كتبت مع علماء ما قلتي تدي ربي قربان خو تدي كاسه حصه كده جهنيا فقيره حصه كيجيبوا مال خو بالير حصه كي تدي داني تجيرانه كهنا بسلمانه بيجا كاتش دين بيت طعنا خبي فنينا بناحيه ايك هي زنجينه ايك هي بسلمانينه ابدا ما شدبيت عقله جدينه تجينا بريد بس قبل مناسبه عندها ثلثه في قرباني قلت هبدوان عائله ابي توصى هنجي جو طبيعات النفسية وصايا هيكر إيك خلمتها تاكر تبيت نبيت ودا حاجيك يعني حاجيك علاقة ما بين المجتمع ده بيدا بيت جبرويش شندي هر وقت ثابت بيت المجتمعات البشرية ده أكثرية بسلمان بن أبو سلمان بس مرفت وعينا في ذهبن هر برخد بصال والزمانة أبي مجتمعي بسلمانة ديال غني بسلمانة هم يختار اتفاق بنا هم يختار إيج بنا برمت تبات كردستان ده شكوية أكثري بسلمان بين بس الغير دينجي ديال مهابين مسيحي ديال مهابين هند منطقة يزيدي تذهبين هشتا جبري ما جي تذهبين بس برا خداي اف مجتمع بيج في جي مناسبات شادا في كدو قال جرا سيدة المادة بجين كلام كان مناسبات يا فلان الدينية مثلا شنا مشاركة وان دايكن دبيتا مناسبات الماء الديني مناسبات يا مثلا مولد نبوي مثلات يا هجرته يا اسراء معراجه هذا شن سيدال المطالبه شوان كان دعينات مزيفته ده ابي مناصب بيك بيفا مجتمعي قوي بي. يعني هر جهة إسلامها بيتيا قوي بيدن مروفيت بالسلمان يتوعيها بن أكيد أقليات دجي ديال بالسلمانة دجين جينك مرتاح لازال فيغا فيجي بلا ده مروف هبن مالتوان هبن ايك مال بلاد نفده هبت النبي سلمان بس توعي بن هر برا خدای چه سمعت خودی هبید و چه دهش اکودو کنابه. بله خودش ترازی بیتن سیده هیچا. مستمل رشید. بهم بحثی چند بکن گرینگیا هل کفتن طایبتن بهم بحثی هل کفتت آینیت و کی جشن بکن دفته و ما مستای که آینی گرینگیا هل کفتا جشن چه دایه؟ بله راستی گرینگیا یکیشون گرینگیا و کو ما امروز پیدا تکبیرات بیندن. الله اکبر الله اکبر. راسي يعني كلمة كو الله مزناتي رب العالمين بمر الديار بتملك كلمة دا خاصة طيبة ختم روس بدراو بتم روجا ججني طيبة كأمر ابتدا أو تكبيرات تقريبا دلمر جل خوش كان يعني روحانية كمر تشد كان أوعي كشوانا كو الحمد فضل خدي تعالى كو الججني دا جرينجوي أوعي كشوان جرينجوي دي أو كو إنسان محالب كسردان وبكتن جلك سردان تخزم كسد خوبكتن وكسيل رحم شو كان بين برينو كخلكت جريا المالا طيبات نوكايو بيع عيد بعيد عيد جنامه تقريبا وجا البرندي واجي هيكش ماجد بوينه تليفون ما مستع ان كان جوازير كاين بين ام تليفوني بوكين وام سرداني بوكين فرق قالك بلي فرق قالكم مزناي نبركه تليفوني بوكي تبش سردانه مالهم بكي هكرتا داخل زيك الكاسك يا بيتن ايا تليفوني بوكي ان تبش مالو كيش بتدي استجابه بيتن طبعا تبش مالو يعني تليفون فرقه تليفون تو وقتك خاص اما ساله ما ساله دو ججنه تايب وانا هر دو سالاجي ام تلفوني ببكين اواز بينم راسينا يا نجرينجيدانا مناسبات الججنه شكي يكش مناسبات الججنه اواكو ام سردان خزم كاسيت خوب كاين كنا كايا ما مشكلك اريشك بجليكي روج الصلح بكين يعني سردان بكين اوا جرينجيا روج الججنه شكي ججنه هات بوندي وكان بيجين جلك جرا اخونا كاي بربلا ونامدا بيجين عيدا بقيده بس ام يعني برو واجب كاين بالي عيد يا هاي مثلا الشيء وعيد بكاي كيف عيد بكاي خوشي من دليفك وزيرين بوتا بو خزم كاسيتك تشاندي صاله تشرم كبشم مولوه او ركبوتا فرصتك تشيبي سرداني ببكاي تشكي او شرم نوميتن قالك جرا كازندويج عندك تبونا شمال فلان كاس الشرم كم عند يعني دليون الرغبي احتمال بشم مولو دبي جرا ويا تبوشولك كورك يعني بس كرهاتو ججن ها ججن او جنوميتن چونکی ججنا دیش سردان و مالکی و جا ام حس کن یا فرق ام گنجی کام مزیم دینا روزانه ججنه. ماستر هجات بحث ججنه کی رو آخفتنه کی کبراستی جیل کی بربلا و ام جیل کت بیجی ججنه یا بی قیده ججن یا بی قیده یا انجی یا قیده و حسابه و فتن ام همیتشتانه کی. بله همتشه کی ضوابط خویتی. مثلا آیا ام بیجین ججنه کیفه باشینو بیت روزی ججنه دامشین بیامره رب العالمین بکی. آن گلک جرا یعنی جن و ظلام توقی گلی بکن بین دسته یک و دو روژه ججنه دا یعنی آن اختلاط چی ببیتن هم گلوهی نه او قیده نه اما ججن یا خوشه کیفه تو بچه مالا خزم کسیت خود کیفه که بی خوشه که بی صحبتک بتکرن وی مالی دا وکم مامسا مالا زهد اماجه پیچنده دا که وقتی او دیکم عایشه جاریه اینای یعنی سرود گوتن طبیعی و سرودها بس ام هندک ما گوت هر حریتک هندک ضوابطت خویتای وجما قلت عيد بقيده قالك جراتد يعني كانه وقت عيد بيتن حمدش قديكتن وقت مثلا ججنا رمضان هات رمضان خلاص ديشي توسر كاري خوي بري هكا عيد هات عيد قرباني وخلاص بخلاص شات كديكتن ام قالوي شندين انا كاما عيد بوي شندك كنت كيفي باي بلا تشتا رازي بيتن سدام على رمضان ام بين بحسبي شندي بكين دفي ججني دا ام دي تشوا شين ججني كاين ويزدگه هيك كو ام آینه اسلام تدا بالا وکن تایبت ام بین بحث ماموستایت آینی بکن پیام ماموستایت آینی دوی ججنه دا پیدویه چه بیتن ماموستا؟ بله راستی یعنی اسلامتی همی اصلاح و خیر و قنجی و ماموستای آینی قیام و اخلاق اسلام دوی ججنه دا نیشه خلکی بدتن دی بیجت سر خود بی بس تطبیق آوی وکی سرادانی وکی مثلا نشا خلقی بدتن یعنی دین ما کیفاتی دا دین ما عبادتی دا دین ما سرادانتی دا دین ما فرق نایخت نابینا کسی دا مثلا نویجی دی بجه سلطان و گاوان هر دو دلگلی کرن رخیگ بنا یعنی دی دابزان چه فرق و جداهی دا نینه اسلامتی یعنی نشا خلقی دای یعنی مروفاهی مروف همی ایکن همی اصلکن حتی غیر دیانت جی يعني رزيلت جرن يعني اخلاق اسلامتی نشخل کدن ماموستای آینی آن بانک خاز آینی ی اسلامی اویتشتی نشخل کدن و او بخواب خواه خلق ویجی ببینن اوه یا مهمه وقتی مرفت آخفتن آمروی احتمالا نایت ورگرتنه وکی چی وکی خلقی او آخفتنش ماموستای دیتی اوی آخفتنه تطبیق کد مثلا سراداناوی بمروی توی علاقتاوی گل مروی توی اگر یا وقت بجینا نخواهش بده سیدا تو تشتکی بجی موتول تشتکی دیتری اوه گلک یا مهمه اتأمرون بالناس اتأمرون بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب يعني تشتکی تو بجی و تو ویتشتی تطبیق نکی جلویری نشا خلکی بدتن اوی ججنه مثلا عبادتی نویجات دا یاش خلکی و يعني الرجاء جاجني شو تشتدينا بس يا كيفية وكيفة بحدود نعم حدودة هين يعني هر علاقة مع الجل مزجتين نفيجب جماعات سراداني ما مستاي آيني شبكة وقت نشاخ الكبدة إن شوا سرائي كدودا دريكا جبودين احتمالا مثلا جندكي ما مستا برايكا شنت وقت بين رسبية جندي شت سراها ميابدة كيفا انسان دي چند عيدا كامازنا دي ماستر لئتن بلكي جلا مروفت في گنديدات فقيرن ان نخل كي گندينا بس كي برا خداي ما مستا والجل رسبيا همي هاتن مالاوي حساب كر يعني تجي ايكش ماي فرقتو يمنينا وحتى مروف يعني قنجيل جل غيري يعني بسرماني جبكتن جهي كيفيه بو هميه چكو اسلامتي هاتي رحمه بو دنياي هميه بله موسط بحثي ما مستعد آینی که مهم بحثی پتر سر براستین. ادوی سردم امتدا دیدنات ادا پیتوی ما مستعد آینی چه آدا بکل دفعه بن تایبتی جبو چنده خلک درو بریتوی زیب زیب به دخبار ببن و ببیته اگر کو پتر او خلک درو بریوی اسلام و بهت اگیره دا. بله. او آخفتنا مروفت بیجتن. او آخفتنه بکت گریار. تشتش همیا ماسترجی کمروف تأثیر المقابل خواب کتن و پیدا اخبار ببتن و کیفای پی تشتی بید آمروف بیجتن باشیت الجلب که حتی عربی دا آخفتن که های الانسان عبد الاحسان وقتی تا باشی الجل ایکی کر آمروف صدا صد چلی اتن تبتن یعنی دیگهداری تبتن بجا آخفتن ما مستای آن یا هر کسی که اوی خیره بیتن آخفتن و کریار ببن ایک سرادانن صلحيا وقت في قوي مثلا ما مستاكد المحلكي آن الجندكي عندك مروفا دليوان بيك نخوشة إنسانة يعني دليوان أف مروفا في دوري الرابي إصلاح إخصنا بين دا شون مالت إيكود وحميدي بجبابه والله برينو كجيكت سلبي نفركا شلي هاتن والله بيك خوشين كي ولي كير ما مستاي آن أو مروفي لا لأن ما مستاي ديني بت رهسبي مروفا كي زانا مروفا كي وسع عالم يعني تشتت خواه هزرا كي جيت كبشت أفا مروفا كي باشا أف مروفا باش أف تهنا جيت شبتن بو خلكي بله خدش طرازي بيتان دكتور هجا بهين دفتا وبحسوي چند بكين تمامية بابت حجي هم بحس بكين ما بحسي دول آيانا كر كو پروردا نفسي بو هر واسا ما بحسي آيني كر اري حج بس گري دايوي بابتي يان امشين هندك بارندي داجي گرينگي و فايدش حجي ور بگرين تايبت هم بهين بحسي بوار سیاسی هر واسا بوار آبوری بکن دست بگم بحث بسیارا بوار سیاسی بکن اما چه این هنده فایدهش حج ببینی؟ بله اگر مروف سحکت حج کنگره که گشتیه بو بسرمانه همی یعتونه من کل فج عمیق روشهلات، روش آوا، باکور، باشور همی چن ویره کندن یا درست اوه همی بوالیت خوبه مزنت خوب چنه ویره دا خلیفه عام محاسبه و کدو بکا ولی چانه عادلت عادلینه یا درست اوه بس ابروکه مع الاسف جهه داخیه مزند بسرمانا الا من رحم ربی چی بدکا ایک دوده چن آنه دالویره بابا که چه خلیفت عامنینن بس همالویره کن ببن جهه که پیروزه یه خیره هندک تنازله با ایک دو بکن ویان و محبت هاری کاری ایک دو بکن مشاکلت خود چاره سر کن با دو بکن یعنی کنگره که گشتیه با بسرمانا الویره اوه جانب سیاسی جانبه که دیجی وقتی لویره کن بنا سرک هیبت خود هبید قوت خود هبید سینگه یه مقابل ده هر نحزه که هر دشمنه که هبید وقتی بسرمان بینن همه مجرد کنبونه و لویره نشانت هیز و قوت وانه برانبر طرف مقابل جانبه که دیجی ام بره خوب دینین حقیقت وقتی یه بیانی بینیتن سرکرده یه روش حالات و روش آوا بسرمان همیب همی شکل و اکیتی چوه حجی کیف خوشند دلوا گرنجم چنه سرستوی کدو تصالحه که ویانه محبته چیکی لازمه و حجی کارتی کرنه که بید بس اوه که منوی نبینید راستی دبین حجی او معنی تدانی نکن معنی سیاسی یا با جهان اسلامی. بله. بابت اقتصادی. بله. قرآن پیروز وقتی بحث حجی کر بحث اقتصادی جی کری راستی چی گوتی؟ ولیشهد منافع لهم تو صح که ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع أن تساك تفسيره بمنافع الدنيا والآخرة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فرضا بابت اقتصادي الكردستان يمدي بينه 5000 چون 5000 حاجة چند سيولة دي تتسيكي دا چند عملة دي بدل بي چند كرين و فروتن دي هبن أري أفاي حركة تجاري پیدا نبید او 5000 چونه منطقه جه حجه بسرمان دبینه 4 میلیون افصاله 3 میلیون 4 فرضا دبینه 3 میلیون چونه حجه 3 میلیون سر بینه و کشتن چون رب العالمی واطعم البائس الفقیر هکر هر هدیه که هر سره که 20 کیلو بیتن 3 میلیون او بونه 600 میلیون کیلو معنی هر خیزانه که 2 کیلو بدنه 300 میلیون خیزان گوشگه هسته أفا كم دولة الفقير هجا ديبن وأطعم البائس الفقير يعني حقات بابتك اقتصادي زور ما ظنيت ده كيرينو فروتونو دان ورجتنو أفا وقوشتي جمدين بو دولة الفقير هجار فريكان أفاجي حركة اقتصادي أو دولة الحاجة أو دولة الشناويريجي كومبن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أو دولة الزنجيبنو وشو الجي دارت كيفيت شو الحمية دارت كيفيت أبد فروشيت أبد كريتن أبد نقل كات أبد يعني حركة كمازن فايدة بتن جانب اقتصادي حقت أم بينين دولتك بحيث كيفيت في جانبي هكر أم درستوي تبجين وعمل سر بكين. بله. انكو دكتور هجام هوسا تبجين كو آين إسلام نفتني أو أم عبادات أبو خدي بكين وبيوانديامات جل خديه. بلکه اسلام نشون دادن بونمانه هم بحث حج بکنیم تا بحث بشن دیگر هم جانب آینیه هی جانب سیاسیه هی جانب آبوریه هی جانب پروردهیه هی نه وقتی هندای کزرت کن که نما بس مروف پیوندی یا مروفی بخوده و یا مروفی چه تشتدی و یا مجیل نینه هکه هم سحکین سیده زرا وکی هم بین دموقراتیت آن شورا رب العالم چه بحث کرد که تا ما بین دو عبادت داده یعنی او کمتر نینه اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون آخر بابتك السياسية شورى حكمي وغيرها بس اخصت ما بين دو عبادات كم محتاج عباداتها ام محتاج عدالة تجينا ام محتاج جانب سياسي جب حزب قوات كيفيتن اري مامزان وقت حجي ملكي خو اشكرات كتن نشانه حزب قواتنا چونكي فكره كبو كو بسرمان نساخن فلانا بيوانا ايش غريبو يچو مدينه جي چونكي مدينه گوت يثرب ميكروب كليربو پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت هذه طابه هذه طيبه طيبه عن باقشبو هر فكره خلقی داره مکه شاب نه هچی چویره دن ساخت بید بیشتر ملک خود ریسکت هی ام ساخین ام قوتین چه مشکل منینه اما نشانت هز پیشکش کنه هزی اب قوتیه بابت که سیاسیه یب قوتیه ی اقتصادیه اما همین با قوت گیرید دستت خوش بند دکتر هجا شد بله هم دیچینه نافبرای که و دوگری نفر دار عالمی هر دم هوارد کمی درمان بکن ربي توي درمان ما عبد الأمر خلمتي محتاج جاف لرحمتي بمنصي جنتي تيرحم رحمن مياي عفوتنا هدفتري بزادر جمحشري قصداتك سر بدري داغري هفران ما اي دنگتا خوش بیتن سپاس دوباره تا کیفم خوش کرد مستمل لزهات دوباره بهینه دفتر و بحثی چند بکین برینو که ما بحث بلاوی کرنا آینه اسلامت کرو کم دی چوا بلاف کرد مستانو که داد نغامه دا گلک جارا او هزره یا هی بالاف کردن آینه اسلام بتنه خما ماموستایت آینیه اره بس خما ماموستایت آینیه ام اسلام بالاوه بکن یانجی خما هر تاکه که بسلمان بسم الله الرحمن الرحیم اسلامت دا ابدا اولینه که بالاوه کردن اسلامتی خما یا هنده طبقه که خاص بید او ملایا ان او مثقفه او فلانه نه بالاوی کردن اسلامی واجبه کن سرملت کلی مروه که یه بسلمان یه ایمان خوده ها بیتن هوا بالاوی کردن جی وکی ما گوتی دب آخفتنه بیت دب تطبیق بیت دب منهج بیتن دب اخلاقی بیتن هوا بوشی الهمیا مهمتر ویرادا سلوک و مروی که یا چاوه چاوه ما مستا اخلاقی و روشتی و گردایی مثلا مرو برای خود داتی کانه وقتی پیغمبر هاتی علیه الصلاة والسلام مجتمع برای پتر کاچا و خواهیت یا به اسلام خود دیگه هشتندی که پیغمبر علیه السلام سلوک و اخلاق و جبچکاتی حتی گشت یا به مرحله همیو پاکشه. مروی بسلمانجی لازمه اگر و دینی بینیت عالم سلوک خود پاکش کرد. بچکات یا خو نوکی بچکابی شباب یا خو نوکی جحلابی وقتی عمری بیا 40 سال جی نوکی مرویت عادی بی جبرای چند اخفنای مقبول بی یا دویه دیگه هشتن و تماما اوان باری بوچه بین هکر اف مروفه اوی دینی بالاوات یا مناجح ببیتن مروفه فقیر دی فایده لبینید زکاته صداقه همین اسلوبه یادی همیت زانه اکید که و پیغمبر علیه السلام مروفه که مصلحه بوشی وقتی پیغمبرات علیه السلام فوضا که زیده ها بی جزیره عربی ده کشتن و سلطن و طالان کردن و هکر اشیا با گلای مروف کشبه و جشنی که اعلامان که شعران دا مدحتوی کنو به همین نحوه گهشته به نحوه حتی کاروان سروان حرام بین نشون مالت خودر کبن مجبور بین اشهر الحرم دانن بز دبشن وان حیوه دا کاروانت خوب کنه بر وقتی مروفه کات کنه محمد علیه الصلاة والسلام بس یکش بچیکات یاوی و جحلین یاوی حتی مازم بی مروفه که خاصه و مصلحه که اجتماعیه برای خوده بنمونه پیغمبر وقتی هات یمین های علیه السلام کومکا حجار ویره رنشتینا دف جمراتا در رم یکن ان رم یا کریه و پیغمبر چو صلاف کریه و این کرینه امش یثریبینه مدینه منوره یثریبینه و پیغمبر علیه السلام رخصت خزاز دف مارین ماخره گوتی بله کرم که گوتی خوده اسی کریه پیغمبر امر منه کریه از بجمع عالم عبادت صنمات ترب کرن و نت اسلامتی دا وقتی او سوان گله بی اول جار برای خدا ای کدوس سر خوه جاند گویی آها اف مروره دیم پیکنید. بوشی پتر 300 سالانه اوس خزرج مدینه دو ایکو دویت کجن. حتی گهشته مرحله چون سماق بره کشتیت خو آنیتان حجم ارتنه و. اوان گله حسیب پیک بین. شیخت عربان نهیلان، ایجاخ نهیلان، عشایر نهیلان، پمی جواب چون کدام پیک بینن اهل الكتاب جیل ویره هبین کدام پیک بینن نشون پیک بینن ولی حس ترجیه و. وقتی وان پیغمبر دیت علیه السلام اف مروره گویی هیکه بیت دف ما گویی دی مشکل ما حل کرد. فعلا پیغمبر وقتی هات علیه السلام هات یا مدینه ایکش مشکلات مازن مانه ما بین اوس و خزرج و ما بین خونداره همه حل کردن. و پیغمبری همه تشش خود است بیدن. اول خونه از بطال تمتلم یا حارثیه. حارث بچی که بی ایکش عشایر بچی کاته و کشت بیه ببیا تشتکی مازن بقرشیا پیغمبری همه بطال کرد. فعلا وقت هات يا مدينة وانديتي بيا مصلحة اجتماعي اف ايجا خهد وغيان دي ايك برايتت ما بينوان پيدا بي وكدي قناعت بوان شبه هكا بيند فيديني دا اكيد فايدة تدا جبروش شانده ايك شان وقت چيتا دف پیغمبر عليه السلام پیغمبر كرايك بازيد داتي وزفري چيتا ناف قربان ياخد بيشتي هر ند فيديني دا اف مروفه هنده داتا مروفه مروفه جارا ترصا برسي نامي نيتنوه و پیغمبری دایجی و وقتی ما دو ساله سه ساله چند ساله امپترتر او حیوانی پیغمبری دای علیه السلام آن هندی بی بو پیغمبری زبرانده به و تمهنگی مسلمان منش بر حیوانی جبر مالی ویگه و مسلمانی بو خوده و ایدن اکید ام مسلمان و که وقت پیغمبری علیه السلام اخلاق خواه که وقت پیغمبری لیبکن و صفتت خواه که پیغمبری هر ایکش ما وقتی عالم زانه اکید اف مروه که اصلاحیه وقتی چه اول جار السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یعنیش از مال منا ترسه دست منا ترسه قلم منا ترسه علم منا ترسه نه سلامم از همه امناهی مبوتا و رحمت و دبینه هفه از بجم مسلمان های که اها ببتنه تطبیق که نصر خود اکید عالم دید هدایت اید بدليل كشاة جرت أول وقت تاجرت بالصمان شافان جزيرة الشرقي كشان قدر عدد وان شان بوشن أبدا شير جينا شاور الشريب كت أبدا شو بحرجنا هفت يبر بتومنا بي بالصمان من بس وقت ديت تاجرت ما دراويناي كان زكاة دنوان صدقة دنوان منفيت إصلاحنا منفيت خير خازن ش أزماني ونات رصيد دستي ونات رصيد أخلاقي ونات رصيد قلت أف دينا خديا اف عدد همیهاتنات اسلامتی ده. از بچنده گفت وی قرنی ده. اول جار ثقافتای کعامیه یا بالایه. ظلم و تعداد سر انسانیج گلک بالایه. یعنی اول جریمه تو تصور جنگ که وی گفت سر انسانیت تا بالای کردن ده. کشتن، سوطن، غدر، تعداد پم من حیاب اجیل سر وی گفت علامت وی مروج بیت و آن دینک بیت و وان مروج جراکدی کم کتابه ایمنایی بالا و ببینه و ویژه ام گناهکارین دف رب العالمین هیکم اخلاق خو نکنه اخلاقی یه مروی بسلمان درسته و هنگام گناهکارین هیکم وایکر افعال مدت جوال میکد دپیدایت اید و دینی تلویدینی دار. بله. اما مستاده چه نمونهت نکجی هنگ و کسک جبر اخلاقی کسک دی بسلمان کرد بیتن. همان دم دا کسک ببیت اگر هنده کسکش آین اسلامیجی دیر کبیتن هرچ بر أخلاقي منوفي والله نمونا جل زورنا الحمد لله ما تيجلك نمونا بجرش بسلمان بخوجة بتكون مقصر بري شان صالة يا جريك من عندي ظلامي كتم زيفتي كنيم وتي تاخيرة قب خدي كره كبي كره هنجي بشي بي أزمانش تدرس نببي درس نببي وقت تخفت الرأ نشة تلفظي بك عمري تقريبا 4 سال بي والله حتى مزيفت بابي كره كريم قلت شيء قب خدي أصنابي ونابجم شكو قلت بخدي قلت كره من فلان كسر طلبته قلت هات كم برم قلت بوشي قلت أعمل سر شوية شوية خون قلت ولا بيمجيت أزبرم ولا توي بيسي بوشي شوية ديالماتو ناخذ بوشي قلت تنايا مزيفتني في جب جمعات تناي كاي قلت أص مجبور بمش بروي أفصحاب من في جب جمعات نمونة تجي لنا الحمد لله. بلغت اشترى زبيتا سدام على رمضان أجرام بسيارة كشتابكين وهر جريداي في بسيارة ومش سيدام على زاهد كري مروفة شيت ببيتا فتنة بمروفة كافركو أو نهتت نوا إسلام دا راستي أف آيات قرآني جل جرمت خانت أصبغتي نادية هشتم يعني ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يعني يا ربي تو المناكي أم ببين جهة فتنة كافر تسردابش بيجي كافر يعني كافرة بس ما قلت بقى يعني هر وقت دلي خدم قلت ربنا لا تجعلنا فتنة للذين آمنوا يعني يا ربي أم نبي فتنة بسرمان خدان إيمان سردابش باشه شو أم بين سبب كو كافر نأيتت إسلامتي ده الفيري بسرمان اما في كافر بخوات بيجن افتنا بسرمان بيجنا قالي بسرمانه اگر هين و التزام بفي ديني خو كربا وكي كافي ديني چگوتا گوتم حميدا بسرمان بي هين افروكيت بين آستان گت نابي نامدا امنيت اسلامتي دا امي ود بيني ديني ود بيجن عبادت خدي بكن وجاوي عبادت اوي اسلامي گوتي هين ناكم راستي بيجه هين نابيجن شول بكا هين كسلاني وسسطاهي يعني موعد وافتشتا مخالفه فانا هميه في قفي بسرماني مخالفه في دينيتكن بجد بش هكا امجي بين دي وكي ولي وهندك ديجي يتهين البر وسطاينه تدي بوشي بسرمان بي ولازم بسرمان بدينا كي بيروزا بش تدي بسرمان بي هادي وكي في بسرمان اللي افيشي افي فاشل افي خلط بجد فيري يعني اگر ام التزام بدين خو بكين ام دبين سبب افعال ما بيت الاسلام ده اگر التزام ام بينكين او تشت ديني قوتي ام بينكين دي شليت دي بتجي هندك وعالم نئت الاسلام ده عالم نئت الاسلام ده يعني قالك هاي نرجي بسرمان بي اي اجنبي وتجري قلت هاي هوار بختي خدي قال لي بسرمانه قلت اس تشبكم داي بابت من يتمرين سر يعني نا ديني اسلامي بوشي هنت مجيلا اب سناتا اب هندك تشتيت يعني يت بوشي نوكي صحابيانات وصبي حريص بين سر هندك وافعال ما بيت اسلامتي دا واسلامي نشخل كبدنو قوتي يعني غازندش بسرمانات كثير سرافيش عندي بجال فيري تطبيق ما يعني ام اسلامتي تطبيق بكندي بالسبب عالم بيت اسلامي دا ام تطبيقنا كندي بيت اخفتن جي عالم الجيفات بله جالك سفاس سدام على رشيد ام هر ويب سيارش تجربه كان بسر هند براستين چند یا گرنگه ما مستوی آینی همی خلکی هان بدش بوشنده ام بسلمان همی بگوه تا بیاد بگوه امت جهانه که داد جین که گلگی آلاوت بردست مدانه یعنی بسانه هی امت شین پیام خوب گهینینه کسی که نه بسلمان بیتن ویجا او کسی نه بسلمان چل اوروپا بیتن یا صینه بیتن یا بانه بیتن امت شین بسانه هی ویچنده بگین ما مستوی آینی پیدویه چپ کتن وی چنده دا چاوا بگورد گل هنده گنجا هنده پیامت آینید نواتور انجواکی دا تایبت اگر ام بحث بکن بلاغه بکد وسائل زورن بو گهاندنا آین اسلامی بو بسرمان و غیری بسرمانه چونکه من بسرمان های نملتزمه بیسته و که بجن بو باش دیار ببیتن یه غیری بسرمان جمعه که هم پیام اسلامی بگهینه بله بس هندك موجود وسائل ما شاء الله قالك زورن الحمد لله السوشيال ميديا ما شاء الله قالك او بابا قالك برفريا بس بيسك او كسي جهنيتن ايني اسلامي كدي شو جهنيتن ريكي تويتشنا كدي شو بوش پیغمبر خدي وقت دي صلى الله عليه خالق الناس بخلق حسن اي عامل الناس كدي شو تتعامل غير خوكي تعامل واجب گوتنه كدي وسائل هر كم بيجن قالك جرا هر درجي كليك خوي وكلي سند خويته يعني وجا بري خوب تكن بري خوب دني پیغمبر صلوات خدي سر بن اختي المكه هجرات كرتشوب ومدينه طبعا شي خطاب دبو خلق مدينه اولا شو قد ايها الناس بوش قد ايها الناس بوش نقول ايها المؤمنون چونكي پیغمبر خدي زاني صلوات بن كلمه مدينه دا جويتاي فليتاي مثلا نبسر مايتاي منافقتي اهميتي داي ايها الناس معنا بو هميه خطابك يا دي قد افش السلام بوش قد افش السلام نرا معنا زاني چونكي دو قبيلتاي قد اوسخ خضرش چند سال شرک صراحه اشتراکی شرح بینه دا معنی افش السلام معنا گلک آج بنوا و چندی دتن معنا یاسی وسیل الارحام یعنی چو یعنی سردان و کتب کن سیل رحمه بیتن تو دی چو اور وسایل ریک دعوینه کتب شنه و دل تخلکی دا دعوی بلاو بکین یا چاره وصلوا باللیل والناس نیام هات بابته که پیوندی مگل خود تعالی چکی ما انت مع الله تلقى الخدي انت مع النفس انت مع الناس سي تشتن ام قال خدي تعالى تشوابين قال نفسه خو قال دور بري خو خلقي خو وجتيره دو پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم شو او قاند ايها الناس افش السلام واطعموا الطعام بري خدي بوش كنت اطعم الطعام شكت زاني مهاجرت هاته طبعا يتشوى مدينه او انصارنا مهاجرين اويد مهاجرين مالي خود چون يا كوچا واره هاتنا مملكه كرد اخواندن ارزاق داي معنا جلي خلك مدينه جلي انصارا معنا خارب دنا مهاجره اطعموا الطعام يودي وصلوا بالليل والناس اليوم معنا الشرب يجبكم خلك نوسي تدخل الجنه بالسلام دخلوا بحشت بسلامتي وجاء موجود يعني يا جلكا يا جرنجا بكو ممسي عيني بكو ممسي ما جا بيداي نبستني ممسي عيني او بارد دعوي سر الكهميه هم كبرى موظفه اعلام راغاندنه يعني جهيتن كبرى شيتن دكان خدا دعوي بكتن هم وقت كدا كبرت مال خدا بس قدوه صامده بيتن تني چونكت بس روشتك جان بيتن بشكي تدي بري خدنا بابي كاخلاقي جان هي دروينا كتن غشينا كت حيلنا كتن ما هو اسلامات شو بربلاوي شو اندونيسيا شو ماليزيا امريكا عندك تاجرية بسرمان درونت كر غشنت كر يعني بوش وقت اوت شنت كر بسرمان بين حتى پیغمبر خدا صلوات خدا سربن يعني يكش زواج وقال خديجه شو خديجه خزان قال پیغمبر پیگینا کو پیغمبر هات بيناس صادق الامين رازگوی باری پیهاتی خديجه زاني که گوت اميره المکه گوت هندام زنبي شو کسی نتکر يعني قال كان كانت قرشات هاتن داخوزن تاجيره بي شو بنتکر بس وقت نوبانگی پیغمبر زانی که هیکی هید بیجنه محمد صلوات خدا سربن که بیجنه صادق الامين راسا گوت ميسري قلت أسحس كبير أو محمد أبيد بيت التاجر قال من تجارته بكتن. سيدا طبعا سيتشتاكر كومبيتيفيا مروفت قال خودي هروسط قال خو نفسه خو وهروسط قال خالكي راس بيته. عرفت شان دي داجي نوفي بيغمبر صلوات خو سابن إكش نوس نوفي توي صادق الأمين بو. أم بسلمانت نوكا أم دي تشو باشين أفون هر سي صفات تا قلت إل دفخو بيداكي. كم صفات أنت مع الله كيما حديثك بيغمبر هاي صلوات من هر ديكو هر سيكو بيكو كمكتن. اتق الله حيثما كنت. معناته يعني تقوى خدي بك هر جي كتلبه شاف بيت روج بيت تنبه نو خلكيبه او ايكش وانا كنت شوت تعامل اخو قال خدي تعالى ام هم محتاج بيك عندنا زاني خدي تعالى ان الله كان عليكم رقيبا خدي تعالى مراقب رساله سليمان نوكي رب العالمين صوره ما تبين التصوير ما تصوير كتن هكروي جوي بريكم فيديو الماتشكم دائما دي خوري كوبي كان دي خو جون كاين هكا تشكدير رواسينونيا انتو بدل مالك ربش ببيني مالي كاميرا مراقبه احتمال تقرا حركانا كتهوريت خونو غير بريو چندي ديره نوك خدي على مصوره ام دي تشواشين تعامل اخو قال خدي كاين اتوري كده معنا مزون خدي تعالى بردوم من قال مدا يا دي انت مع النفس يا ما قلت حديث پیغمبر تشد بجودي مقطع دي واتبع السيئه الحسنه تمحوها معناه هكا قال جرم بشرين خلتك مكر جناحك مكر ايا ديدو خيرك بك ان الحسنات يذهبن السيئات او حسنات وتشاكي دي تشكن ديوان جناح رشكنا خلاص سي اواكو معنا تو قال نفسه خو دي انت مع النفس اوا محاسبه نفسه خوبكي مراقبه نفسه خوبكي مجاهده خو منديبك قال تعاطي عبادته بكي زور بكي يا سي اوا انت مع الناس تو قال خلقي خو وخالق الناس بخلق حسن جاتيرا دا اهل خلقيه دست بيكتن مالاتها خزاناتها كورتها كچاتها مثلا جيرانتنا حوالتنا او كسيتو قال كارتكي تترا وشتي جام بيتن احتمال قالك ما يتهي ام بينو خلقي دا صحبات كرن كيف خوشن بس مالت خدا ناون يعني احتمال ان كوري وان كچوا نشد بيفك القلب يشتن حتى الزمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يكاد دهتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم انه پیغمبر كتا اميرك دون تجيكي مزنك دون تجيكي هاد بو مولا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم خدای که پیغمبر حسن و حسین دون اثر ملت خو لار یا پیت که صحبه دا گل کتنو او را واسطه گوت یا پیغمبر خود گوت ما تو بچکا ماچیت کی تو تلگرو گوت بو قای تو بچکا نه الگره و ماچینا که گوت نه خرم ده کوریت هی گوت وقتی از بیم مال گوت روش نورید رابطن برم ترسدا اینا پیغمبر گوت من لا يرحم لا يرحم گوت رحمی نبات خودی رحمی بدونابت گوت خیر تچه قلت زهات بك ما زلت جيكي قلت يا مادام او كسر رحمه بشكي خدنا بدي شو رحمه بشكي خلكي دواتن وجاوي يعني انسان دي شو تعامله قال خلكي كتن طيبات قال مال اخو قال خزان اخو پیغمبر خود تشبي سلالبن خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي يعني قال لك جرا في ستد مال اخو كسك بشوش بصحبت كربه انسانك بمصلا يعني فراقه حجكني وفراغي بركيوا قال لك جرا احتمالات مال دا او كتشا محتاجها تبشن قرينا خوري يعني ما چی بکی چاو پیغمبری ما سلالی بن وقتی که چاو فاطمه تا دو پیشارا بیتن اینوی ما چی کتن او محبتها بی او محبتها کرنا مال ده بیتن علاقات مدگل دور برد ما انشاءالله تعالی کر هتوبن دی ام پتر چینت دلیتوان دو دی پتر برو دین خودی بله خودش ترازویتن سیده جا دكتور هجا ام دوباره بهينه دفته و بحثي چند بكين راسي مدبيت گلك عمل سر حج براوستين و معانيه حج و تايبتن امت نافدا ما چندين جانب و بوار جي بحث كرن ل جانب گرنگ بو منوكدا كو ام گلك جارب تعداد نالين تايبت جانب جواكي ام جي بحث بكين حج تشد ببيت اگر و فاکتري كو ام اوي جانب جواكي به پيز بخينو بخوب كينه هزاي بو جانب ما جواكي و خزانت ما ببنه پاراستر اگر ام سحكينش معانية حج رب العالمين او صورة بحث كربت ان هذا لهو البلاء المبين ابا مولا پیغمبره که باب پیغمبره ابتلاء نافدا چه بو و کرده تا و کشتن ابرکه رب العالمين بشتما هر ایکش مولا ما چه بید خود تعالی ابتلاء کدته گره که شلالیه های توحد های اوتیزم یه نساخه های صوتیه های یعنی تحمل بکه مولاتا تجي حسبك مالاتا مالا إبراهيم عليه السلام دينا ضانا لازم تجي خراجر بي إن هذا لهو البلاء المبين خالدي أبايا أجر أمسح كيني قالك شعيرة ومن سكت حجي يتجواكين خزاننا أو سعي صفا ومروة كي كربو منا هجري منا قدر قيمتك داتا جنكي قال من سكت شعيرك يتحجي أبرب شي عمرجي لازم ويبكي أو هجرك راست بازی چو سحکت آوه و بابتا که بس بشتی رولی جنکی که بتنینش ظلامی خزان پارزید هاری کاریا ظلامی بکن بابت دی اوه گفتگو که ناف خزان دا او گفتگو یا چا بید یا راحت بید یا آرمانج بید هدف بید و بباشی بید تو برای خب دا لفظت قرآنه بشتی یا ابتی يا بني صح كري يا بني يا أبتي شنو في بجيت يا إسماعيل بس رحمه دلفاني يا بني أف حواره صاي يا ريز جرتن ما بينه وهدبت أبخو إبراهيم عليه السلام وحيب خونة پیغمبره وحينا شو بدي تبكجم بس يا إسماعيل بجدار كتن صنع القرار ده شعور مسؤولية القرار الجماعي كاف خزانه ايكا ام همي بيفدت باشدار بين في عباداتي في جيبا جيكرنا امر خدي حوار گفتگوكا يا راحت يا هدف يا هادئ بين حوار الهادئ الهادي الهادف كافا لازم گفتگو نب حواري تفتن قناعات براحتي جانبك دي امبري خب ديني افيا رب العالمين فيت بيشتما لازم خزان بتا پارستن خزان بتا پارستن سروان بنماوان بها قیما اوید کد بنا سبب هنده گفت خزانه وکی چه کی بیتن بو هم بو قوت و هزاوی برانبر هر هرشه کی بیتن ابرو که خزانه ما بسلمان یا تیشی هرشه که مازن بیت اوید دا خاص کرد رگز بازی کد دجی فطره انسانی نه ابراهیم اسماعیل هاجر همی پیگوه پیگوه بو جیبه جی کرنو ایک ایک تمام کتو همیجی گهدر فلما اسلم وتله للجبين بوچی تله للجبين اسماعیل گودی باب مسر پاتگی نه مدانه دا از تو دا شی نکو دلتا میتا مو تو امری تطبیق نکی صح کلا فگلا نشانت قوت وینم هاجر اسماعیل ابراهیم شیطان دید ازعاج وکت ونکه تو پیری ته چالکی درج منیت اسماعیل کرد گوی خنده بابته پیره درج مینید هاجر تو دلتا چکر دین ها بند تو گشته به عمری دراب شیطان رجمید بجدار هر سکا پیگ و کم خزانه کن هین تو نشی مجی بکی یا شیاطین الانس شیطانت مروبا شیطانت جنا و خزانه جی بکتن حج بشتما لازم خزانه بسرمان اگ بیتن بریار خدا بحزبن بحوار و گفتگو خدا جیبه جی که عبادت دا چند دا باشم وقت باب گل خزانه گل عیال کم بیتن کووید تشریف جیبه جی بکن و همیا جیبه دار نداره پلگه هوا دویت نویتن دوی جیبه جی کن نه اینما واجی فیل کتا هند بحثی برام جا که بود گوده کش که تو بو ناشیکی گوده دانه اما قطان بوچی خلطه با باب هم گوه دایت قطا گوده ناشیکی چنگی بو دایک با قدوه و باب قده ده اما قطان بينما پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیش که براد بوه پیش فاطمه راد بوه أهلا بفاطمة أدوجيها خدت حج معانية خيزان الدتمة كو خيزان هندو قوتها هندو مقدسة شعيرك شعيرة أن منسكش مناسكت يت حجي يو خيزانية لازمة أن في خيزانية هر بيلين يا بهز ويا قوت وبروانيش خيزان خوب كن چنكي روش آواي أبرك خيزان نفوذ نمايه أباد بينام شي بينوان معانية يت حجي اشترازي بتنسيد أبوايك حج أم بهين بحث ججنة قلتا دا جي بكين دفتب كورتي أجل توما بحث بكين رمان الججنة شنه رمان الججنة نشانت أف ججنة بهن بن عيد يعيد الخير خير بلاوه بيت لازم ام وی ججنه بکار بکن گرنجین سر همین جواب پیدا کن ایجا قربانی بین بو وضع کن چا عید فطره یا رمضان بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله بیت اغنوهم عن السؤال دنگر فقیر هجر نبن رجات اجد پاقش بیت بسلمان جو وضع عاده خو ولاتیه که جیانا داد تو تجی کی قربانی جی لازم گرنجین کیف ما بینها پیدا بهند عید يعيد عليهم الخير والفرح والبهجه أيام أكل وشرب وله كيف خوشي وقرنجينو فرح يتدابتن بوشي بين تشيترين دعاء معمة تبيجي اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بتهندي هر رحقة نفس دي خير جهتتا أختتو قرباني سر حمية وزعكي لازم تهزر خوب تندانا بيت وقتتو بشي جاجن نشامدتن تو بشي في مالي في مالي في مالي نم بسمامت خوب تني معناتو لازم سر حمية جبدي جاجن معانية كي نشامرو بيدتن كل يوم لا تعصي الله فيه فهو لك في عيد وقت جنكيك قلت يا ظلام خو ورب مسيم خو وقت تو شي عيدت النظر حرام ناكي لو عبادتك كري لا وصف ضعيف نبتا ليس العيد لمن لبس الجديد انما العيد لمن طاعته تزيد جاج نشامدة هر جكة ما بين توخدي بهز بقوات بتن بوتا عيده لازم تبي عيده الشعور بيبكيكو إن شاء الله كيف خوشيا روحية كان كيف خوشيا بدنيها يا ماديها بله اشترازي بيتن كاكا جمعة هم دوباره بينا دفته و كاتو دي بوما افجاره چه بجي و چوا افجاره تو دي دلت ما خوش كي ام دي صلواتا دست بيكين صلاواتان على سر رحا پیغمبري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم سلام 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 يا نبي يا رسول عليك السلام يا نبي يا رسول عليك السلام خيام 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 وتحت الخيام رجال كرام وتحت الخيام رجال كرام 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 وفي السلام وفيهم محمد عليك السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. دكتور عصمت ام دوباره شده دست بکین و ام بحثه قربانی بکین. گلک جارات هتا بحث کرن کو دماغ مروف قربانی دادن ظلمکه مروف الحیوانیت کرد. تایبت اف چنده شرخه علمانی ها و گلک هتا بحث کرن ام الحدابه و دیجی اسلام دیت نا تدا دماغ مروف قربانی دادن ظلمکه مروف الحیوانیت کرد. بله. دست بکه قرآن پیروز ایگوتی لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شعيراك بس بوبتك روحية إيمانية. أبا كشنا قربانا مدفت منافتا عند تش توقفين السنتك رب العالمين سرما واجب كري. بلام خدي تعالى بما سخر كري. بما يسخر كري وأم بتشتي فايدة جبينين. و جانبك الدجي وسخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة والخيل والبغال والحمر لتركب ويزين ويخلق حيوانات ودوي بمخ هكا فرصا دوانكي اي شكل منطقه كي بيدوبو طبعا يقول منظمات تي اوروبا بس بو جيوشين كي جي باريزي تشينا بيشن قبت اي شانواجه اي شكل منطقه كي بيدوبو غزاله بيتو همي كل بوبون صم كلها كابويا دكتوره قلت ام نظام بوش قلت الا علاجي اف غزاله بترصيت ودوب رافيد او صم كلي بيدا نبيت هكا شكي خدي داي احل لكم صيد البحري والبري وطعامه يعني لازم برافيد بازيد او صم كلي ناكد هكا هرها طنا في مالا وديبو دي ايجي جي بيدا بون بابتك ديجي هكا ريغو بناتا فكشتن هواكي اجنبي وقت دين طلقك السريدن أفخينا دركبي تشنت تشتت خراب تشتت مسموم ديال خوبات الجهروي لازم خين بتاريتن شاني أو بينك حقوق الحيوان فلان بان النفس وبان أو حيوان ماصيجي ديالك شنو خدان رحا بس خدي بما سخ كري صيد البحر بما حلاله يعني مقصده هو نسعبته حيوانية شنو أوجي نفسه ما إيك هندي و حيوانات خداناكتون بلكي بين صالنا نزيكا 3.5 مليون برازة تتفكشتن فبوشي بحسي برازة جناك وبتخون قوشتي واجي بس قضية كلمة حق أريد بها باطل بس فين نقضاء إسلاماتي بكن كو أف شعيرانا منيتن أف حيواناجي خد تعالى وصا حاسكري زيدات بيتن هكا نادي بدي كوماكو إيشا جي بيدا بي هكا نادي تفكشتن أفريكي علمي جي أشكرا كري كو أو فكشنا و حيوانا سخلم جي تدهي أو ماذا أو خينا تتردن عرضي سخلم بيتو باقش بيتون و تدهي كري سده مرة رمضان اگر همان بسیارا قربانی امشتب کین و افرخنید بو اسلام بو بسلماناتین درباره افی قربانی دا اگر هم صح کین سالانه صح کین اسپانیا یا جونگا یا هیکو سالانه تنترین شیوه سزاددن لی هیچ کس بحث ناکردن تایبت اف علمانی دفمه سالانه 121 میلیون براز بزل امریکا تینه کشتن کس به حساب چنده ناکد اگر هم صح کینه ماکدونالدس سالانه چنده ها چیلاوت کشن بز بو او همبرگرا او پیشکشت کن لیدم هم تین بحثی قربانیت کد روجین قربانیتین اف علمانیه گله بحث اوی چندید کن و رحمه حیوانی ببن و ما بستواد ویردا چی ابدیت نادا بو چی اوی چندید کن. بله راستی کلمه علمانی دجی آخفتني يعني مرديف علمي بشت بيواد بيجين كعلم شت بيجت زانين تيجهشتين تجربة إنسان جهشتيه قبل ديف بشين بس عكسه وينه وبحسب هزارات أكر صالة 1.5 مليار يعني 1.5 مليار براستين كشتني تنسرجي كرني 1.5 مليار إجبلي حيواناتي تري كافا بوقت عيد قربانا قربان سرجك هي مالا و في بالرحميه هندوان حيوانات سرجك كان ما رحمه اللي ودانينا اي باشا تويت بجاس الماني ما امس الواقعي تسرجناكي توي صالم 1.5 مليار ي برازي بس سرجك اجبلي حيواناتي تري ناتو بس سرجك شوي روحي خلاص كيجي و انما تو دین سر آگیری و لازمه تو بخوی گوشتی وی هیش رحته فجه هکه ماره و هکه رف یعنی یه دیترینه اسلامتی هاتی اف ریکت کو اسلامتی حتی حیواناتی پیسر جیکت رحمترین ریک دلوواترین ریک بو حیواناتی افیه ریکا سر جیکرنیه چونکی وقتی حيوانات هات سرجي كرني قال جا عودي بيجن هين بيرحمن وقت حيوانات سرجي كرني جهاز توي وقت هات بريني خين ادي ناش دماغي وقت خين ناش دماغي ادي احساس نينه بنجد بت يعني بثانيه حيوانه بنجد بتن او خفقطان او ادي همي بازيته او شلتكن بيجن الصعق الكهربائي يعني دي كهربكن يعني في حيوانه الا يعني سر خل عرضه كي بخب كوجتن خب بريندار بكتن غاوا بحثي قرباني هات كرني شنيكا دي بجن بابو الرحمه بحيوانات غاوا بحثي حجي هات كرني دي بجن برا ما ام في باراي بدن فقير وجاره ما شي ترجبيري اي باش يعني بس باري حجي اف خلكه صرفت كت با افيد وان ريكي دي تري صرفتين بوش بسياره وي باراي ناك معناوي الفيري دجمناهيه كبو في ديني بوش دجمناهيه في ديني جدكن اف دينا بوانا بو همي كسي رحمه بس اوانا هندك مرام الديت بهين يعني دفيتن خرابيه كي بكتن حلاله كي بخو حرام كت حرامه كي بخو حلال كتن ريكي نابينت اسلامتي اصلا جت ريكاويدا وكي مثلا قريشيه بوش عباده على عباده الصنامات ما تش فايداش دارو بريتيد بس بالريكاوي صنمي او مرام تويد فين دي بجد أفاد دينا ديوان مرامت خواه بريكا في بكارينت جافل فيري يعني هم بسحكين إسلامتي باش الرجع عيدية يا قرباني مانا كيف بو فقير وجارة شبتن أو بدجي في چندية ما في قافي 2 مليار بصرمانت هين دنياي دا 2 مليار أم بيجي بابو 2 مليار تقسيمي 4 بك يعني ما أم بيجني 4 يعني 8 بارچة يتيدا معناوي هكا هر 8 مروفا قربانا كي بدن معناوي 250 مليون قربان دي انسرجي كرني دي باشا 250 مليون قربان بسرجي كرني دي فقيرك مينتن دي وكيد بجن محرومك ببهرك مينتن يعني ونقلها بو بسرماني بتني مثلا قرباني بو غير بسرماني دي بو هوالد خوش دي بدي نقل كده بجهه كده تري افيا كيف بهاتبا هين افريكا كيفا خلقك اينن ليش ترازي بيتن سيديجا سدام الله رشيد همون بسياره قربانيه مشتبكين الاكريا جوان هندك ديمنت جوانت قربانيتي قالك جرامت بينين گندا همي بيگ و قربان خود كن گلكو وبشتينگي دابشت كن سر هميا افشي وازي دابش كرني چنتي باشه چ مفاتي دهيا رصادتنا و دال اكريا روشا ججنا قرباني چوايا بله صبرت بسيارتك كل اكريا او ديمنا گلك هي طبعا گوشتكم كن همه و دابش كن سر مالا چکی ممسام مجا پیدا گوشتی قربانی فرق که مزنه هگل صدقه دی ترگل نظریوانیه چکی گوشتی قربانی دی خوی و دی دا جیران دی که هلو هدیه خوب لا جیران تا دوله من جیبنی جو بری چنده طبعا مروی صلاحیات دا بشکل میده صلاحیات هتوشی یعنی دا بشکل سر همیا طبعا دی چکن مثلا احتمالا گنده که آنگرکه که دی حیوان خو اینن همه جیک سر جیکن و دی میزانی اینن مالکه همه تقریبا دی گندکا چند نفوس هنه هر مالک چند نفر هنه مثلا مالک های 10 نفرن احتمال کیلوه کبدنه مالک های 20 نفرن 2 کیلو بدنه چند مال مستر بیتن پتر گوشت بود دانین یعنی اوا ما گوت چیگه عدالته عدالت اویا چیگه دا احتمال هر یک تراوی کتن چیگه اگر هاتو احتمال تو مالا 20 نفر 2 کیلو کبده مالا 10 نفر 1 کیلو کبده هو تقریبا تا عدالت نکرد چند دا جراسی تشتكي زوري جان آكري الحمد لله طيبة دور بري آكري سالانه يعني چندين حيوانتين سرجي كرم وما شاء الله خلقي كجدل يعني جدل إخلاص بخود تعالى دتن قالك جرا حتى رخنه لو چنديش تنگردن خلقي كده بيجبو چاوا وگنده بوچ نارابن هذا تشدي بكانو فلان ودي رخنه لي گرون او حيوانه بوچ سرجي كرون ده بيني بدعايه ونزاچيه طبعا اخير الحمد لله ولد اخلاص خويت دتن چكي كبره چتن حيوانه خويتني سرجي كتن احتمالا 500,000 كريبيتن 400,000 كريبيتن بارك بيداويتن فارب خو كم كم كربيت جمع كربيتن بكربيتن الحمد لله واد شيء زورة جان الأكري طيبت الأكري واد شيء بردوامه والحمد لله دي هابي إن شاء الله بردوام شكي جالك فايدة لي حتى لأن تجارتي لأن مادي جالك احتماله وصلك حيوانك سرجي كره خدي تعالى بركة اخت حيوانه دوباره زاوية جركة دي أوجيك شوانا كل أكري الحمد لله وبركاته. شطر زبيدك. مستعمل ومستعمل لزاهد عم بين بحسي قرباني بكين بس تو ما بحسي سرگنده بکه. جوران چوا قربانی تا تا داشت کردن سرگنده چوا بو. اونو که داغی تو بینی دهو که چوایی کیش بخوشتر بو بزاختر ما. تمام اگر رصدت تو پیچکی که یعنی توضیح کل سر افسعب تبوری. بله. که ام رحمه بحیوانی نابین. بزنی آن اف حیوان همی هوا پیچکی همی تلفت و همی آبی. هات بیرون وقتی عبدالله کر عباسی خودش جرازی بیت المکه ایک هات پسیاله کرد و تازه بن احرام داد و جامن پشت یا کشته پشت یا میشه عبدالله گویی تو نه عراقی گویی بله شاو زنی تو عراقیا نویه پیامبر خود هوا کشت هوا پسیانه که درست آنها بس پسیاره میشه تیاره جنسی دا اویتوس همی هر بیجی بر خودش بیجی بسلمانه اف عالم سكر عردي چندنا صوتن چندنا کشتن چندنا سرجی کردن توپه طیاره فلانه و سلاحی که اوه قرآن گوت که واب کن آنه اوه همی اره برا خود ترخه کدی دیوش تا عید رمضان قربانیه پاس محافظه دهو که نهیلا رمضانی همی پیش کرد نه بجین بالعکس تماما بالعکس اوه اف قربانت بنا سبب گلک فایده ابتدایی ای که شوان جحلت مد بطالن أفجع حيل هيك زاني ملات زاني عيدا حج قربان دي جلك نايكري ودي جرام بيجي هر ايده شي كركو كفر كبشيك ارزان دي انم خدان كان دي 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 جهنا في حد ب 100 دينار ب 600 دينار دي فروشين فايده كتد هاي اخيرا ملات دي جلي محاوله كه بازيب خدان كان نمي نبطال و افجع هم دي بشول كبن والنهايات قربان دي هر انا سجي كرم بس بتا السبب اف بارل الكردستان درنا كفيت بعضي مايا مشتي مايا وأو برا ديتاكين دبنات فيرادا بس يرنا كان وقت بيتا مناسبة بجوار چند درد كفن ركا إبراهيم خليل چناجدر و چنا سياحل تركيا والأوروبا وفلانا هكا إصاج بيتا كرن أو برا تتصرف كرن كردستان در كف چجدر و وناي تبا ديني تبا هندا براجي هلي تربير ايتبا چند دولار الكردستان در كف ويما يا قرباني درنا كفيتاميت نافدا يا أبا ونسبة يا قرباني بلي نسبة بالكردوارية هريك قربان خد السرجيكات البردر جهة خان يخو برشا برشاكات برا بتر دابو جيران تخفريكات فيغافي الحمد لله خدي كرامة كريم نسبة بالدوكيا حتى قندا جي فيغافي وترتيبات الشبي حتى قندما قربان جالتنا سرجيكران هيدي الحيوان خد السرجيكات وكي سيدة بعسي أكري كري كانت جاليك بجوشنی در رابن توزیع کن سر گنده همیه اوه و که سیدا کرم کرد های که از قربان خوب دم تنه تو بده بتنه و دی بتنه چه بدن مالا که ده حصاده بوشن مالا که خلک همیه جبیر کن های که اوه بیت اوه کمکا جحلانه همی در رابن سر گنده توزیع کن عدالت ایله پیدا بی اوه و علاقه ما بینوان دا خوش بین اوه چل دهوی که بید انشل گنده بید اوه شعاره که شعارت اسلاماتیش إبراهيم پیغمبر حضرت علیه السلام و فایده توی اقتصاد جیگلی کرده دا اوش بروی چند افت دجمن دینی بر خودش عجز بند. بله گلک سپاس هدم لذات خودش ترازی بیتن کد وی برنامه دا تو گل مده بود و رختش ترازی بیتن کد گل مده اصلا گلک سپاس سدم ل رشید کل آکر رنگین تو گل مده بود و رخ خودش ترازی بیتن سدم ل رمضان کل زخو کد دلال تو گل مده بود دکتر ایجاد دکتر عصمت رایکانی سپاس بود تو جی شلات زخو را گیرد گل مده بود گله گلک سپاس بود جی سید جمعه کل زخو کد دلال تو گل مده بود سپاس بو همیاجی بینرت جابر کفتی دوباره جی جشن و پیروز بیتن کوهین تماشای بینری متکن ورا دست دمل رشید مدویتن برنامه خوب تکبیرات دوباره بدیم و هیک بینین و امد دیف ترا بشین الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد دوباره خودش و هم یا راضی بیتن سیدات هشام